كنا بنتكلم عن الهواي اللوب. قلت لك ان الهواي ديت هي اه نوع من اللوبينج زي الفور لوب كده. الفكره بتاعتها ان هو بيحط لك الكونديشن. يعني احنا قلنا المره اللي فاتت عندنا في الفور لوب كنا مثلا مثال بسيط، يعني كنا بنقول له فور اكس ان رينج مثلا، ونبدا الستارت والستوب بتاعتنا ونقول له الستيتمنتس اللي احنا عاوزين ننفذها عندنا. طيب بالنسبه بقى للهوايل لوب هي نفس الفكره بالظبط. انا بقول له هنا هوايل ان النمبر اقل من 200. طب النمبر دي بدات بكام اصلا؟ النمبر دي بدأ معايا بكام دلوقتي؟ المفروض سمحت هوايل ان النمبر اقل من 200، طبعا الواحد اقل من 200 صح ولا ايه؟ فيقوم طابع دلوقتي اول قيمه او تمام للنمبر، هيطبع اول قيمه للنمبر اللي هي كام؟ اللي هي واحد صح؟ حلو. اه وبعد كده يخلي النمبر بيساوي النمبر في 2، يعني النمبر دلوقتي هتبقى كام؟ اتنين هتبقى 2. هيقوم راجع تاني اللي هو اللوب، يبدأ يتشيك على النمبر. طب النمبر دلوقتي بكام؟ ب2. طب ال2 اقل من 200 صح؟ يقوم ايه؟ يقوم طالع قيمة ال2، اه صح فيقوم نازل هنا كده تاني معدل قيمة النمبر. طيب النمبر دلوقتي هتبقى بكام؟ اه تمام هتبقى ب4 صح كده؟ تبقى أربعة هيقوم طالع تاني عند الهوايل صح يتشيك على قيمة النمبر، يبقى 4 اقل من 200، يبقى برنت ايه؟ برنت ال4. بعد كده النمبر بقى بكام؟ 4 في 2 بقت 8. بعد كده طلع تاني تشيك، يعني هيتاني تشيك لحد امتى؟ وتاني ينفذ الكود ده لحد امتى؟ لحد لغاية ما ما يوصل للرقم اللي قبل 200. بالظبط كده، لحد ما ال 200 تعدي. اول ما تعدي ال 200، اول ما قصدي ما النمبر تعدي ال 200، هيقوم واقف بقى ايه؟ مش هيدخل في اللوب دي. طبعا انت اه واضح فهمت. دلوقتي بالنسبه لك ان في هنا اندنتيشن صح ولا ايه؟ يعني السكوب ده، صح السكوب ده شغال مع مين بس؟ شغال مع الهوايل بس. واضح كده الدنيا ماشيه ازاي؟ طيب تعالى اه كده نشوف ازاي بيتعمل اه الكلام ده تمام في البايثون. لو انا قلت لك مثلا هنا، لو انا عندي قيمه اكس مثلا، قيمه اكس ب 10 مثلا ماشي، وانا بقول له ايه؟ طبعا انا بكتب عادي جدا اهو، هوايل كاني بكتب انجليزي اهو، هوايل ان الاكس اقل من 20 مثلا، واقوم عامل برضه ايه النقطتين بتوع اللي انا متعود عليهم، واقوم نازل انتر كده. اول ما انزل انتر تمام هيعمل لي انديتيشن اوتوماتيك. هقول له هنا اعمل لي تمام برنت اطبع لي قيمه الاكس ماشي. وبعد كده مثلا اقول له ايه؟ زود لي قيمه الاكس ديت. ممكن اقول له اكس بتساوي اكس بلس 1، يعني زود لي كل مره قيمه الاكس بواحد. طيب انت متوقع دلوقتي ايه اللي هيظهر في الاوتبوت؟ هيظهر لي كذا رقم. أول رقم ايوه أنا هيبقى قايل كام؟ له الإكس بتساوي 10 تمام، يبقى هيطبع 10، بعد تمام كده هيطبع 11، تمام وبعد كده هيرجع يطبع 11، وبعد كده هيرجع يطبع 12، تمام وبعد كده 12 يطبع 13، وبعد كده يرجع 13 يبقى 14، لغاية ما يوصل ل 19 ويقف. طيب يبقى انا كده لو جيت ارن كده، بص كده ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي عندك اهو 10 11 12 13 12 14 13 15 لغاية لحد 19 زي الفل. 19. طيب احنا خدنا قبل كده الكومباريزن اوبريتورز، ممكن اقول له اقل من او بيساوي صح ولا ايه؟ صح. لو قلت له اقل من بيساوي هيطبع ال 20 معايا اهو، هتلاقي ال 20 جت معايا تمام كده. طيب هل ينفع اقول تمام. له هنا لو انا قلت له هنا اكس اكبر من 20، يعني هل ده هيخش في السكوب ويطبع حاجه؟ اه دي بقى غريبة. هل لو يعني انا دلوقتي بدل الاكس ب 10، طب هل لا مش هيطبع حاجة، لأن أول رقم أقل من 20، هو بالظبط لو كده هيبتدي اللوب دي هيبتدي لو أعلى من 20 صح؟ بالظبط كده يبقى دلوقتي انت ملاحظ ان الاكس قيمتها 10، فاول ما يدخل في اللوب الشرط ما اتحققش خلاص، هو مش هيدخل في السكوب ده. مش هيطبع أي حاجة. هيقوم نازل اه هنا بقى. يعني مثلا نقول له ايه؟ مثلا ممكن نعمل ايه اي حاجه كده، اقول له ايه؟ مثلا اوت اوف سكوب مثلا، يعني خلاص انت كده خلصت. يعني انت عندك الاكس ب 10، بص كده هتلاقي اوت اوف سكوب على طول، يعني انت طبعا اوت اوف سكوب. مش هيطبع لك اي حاجه من هنا خلاص كده. تمام. طيب لو انت مثلا رجعتها تاني اللي هي اقل من او بيساوي كده بقى، هيطبع لك الاثنين مع بعض، يعني هيطبع لك الاول 10 11 12 لحد 20، وبعد كده يقول لك اوت اوف سكوب. يعني ايه؟ بص كده اهو، من اول انا اوت 10 اوف لحد سكوب اخر 20. حاجة. واوت اوف سكوب دي اخر حاجه. ليه؟ لان اول ما الاكس بقت 21 لما جه يتشيك خلاص على الشرط ده كده، الشرط ما اتحققش. قام زي طالع ايه الفل. بعد ما خلص؟ قام طالع من الشرط ده خلاص، قام طالع بره ايه طبع ليه السطر اللي بعده. يبقى انا ماليش دعوه، انا مش هطبق الجزء اللي هو في السكوب ده لو الشرط ما اتحققش. لكن طول ما الشرط تمام. بيتحقق، طول ما ايه، ما هنفذ الجزء اللي جوه ده. وطبعا بعد ما بتنفذ الجزء اللي جوه ده بترجع تاني لبدايه الهوايل، يعني بعد ما بتخلص البرنت اكس تيجي تخلي الاكس بتساوي اكس بلس 1، تقوم راجع هنا تاني بالاكس الجديده بقى، مالكش دعوه بقى بالاكس القديمه خالص، انت دلوقتي بالاكس الجديده. الاكس الجديده اللي معاك دلوقتي اللي 11 12 13 ايا كان بقى انت معاك كام بالظبط. تمام كده؟
فهمنا كده تمام فكرة الوايل؟ تمام طيب يبقى احنا عندنا هنا اد اكزامبل اهوت، مثلا نمبر بيساوي واحد، وايل النمبر اقل من 200 برنت نمبر، ونمبر اقل من نمبر في 2. طيب هل نقدر نحول نفس الشكل ده كده بالفور لوب اللي احنا خدناه المره اللي فاتت؟ هو الوايل والفور هتديك نفس المعنى، يعني هتديك نفس الفانكشن اللي انت عاوز تعمله. ممكن اقول له هنا ايه بقى؟ قول لي انت بقى كده، طيب انا استنى عاوز كده يطبع برضو قول. من 10 لحد 20. طيب عايز يطبع من 10 لحد 20؟ يعني عاوز ماشي. يطبع نفس القيم دي، اعمل ايه؟ طيب كفور ولا وايل؟ فور، انا عاوزها بالفور دلوقتي. لو انا قلت له طب دلوقتي استنى. ابدا طبعا في فور. طب خلينا بس ابتدي حته، ابتدي فور من اللي انا كنت كاتبهم قبل كده. ماشي، ايه 4 اكس كذا الرينج. افتكرت. ماشي، اقول هدي له له رينج بقى، وانكلوسيف وانكلوسيف اكسكلوسيف. يعني هقول له مثلا 4 فور اكس اكس ان وافتح قوس رينج. ان رينج ماشي، هبدأ هنا وافتح من كام قوس. لكام بقى؟ هبتدي كل بقى ايه، يعني انا عايز من انت بتقول عايز من 10 ل 20 صح؟ يبقى 10 اول رقم ايوان كوما. ايوان انت عايز ال 20 ولا ال 19؟ انا عاوز ال20 معايا، عايز 20 يبقى هتخليها 21، اخليه 21. ممتاز، وكوما واحد لو عايز ستيب ديستنس اللي هي واقوم كل نازل واحد. بقى كده، نازل هنا كده، اقول له ايه؟ اقول له برنت ايه بقى؟ برنت اكس، اكس. بس كده. انا مش هعمل بقى، مش هعمل ابديت للاكس. ليه؟ لان هي كل مره اصلا هتاخد قيمه جديده من الرينج اللي موجود عندك. يعني هي كل مره هتاخد اول مره 10 ايوه وتنفذ، عشان دي رينج فهم. فهي لما تنفذ اول قيمه اللي هي اكس ب 10، تقوم راجعه تاني للفور. لما ترجع تاني للفور هتلاقي ان الاكس تاخد القيمه التانيه اللي في الرينج، هتاخد 11، بعد كده تاخد 12، بعد كده تاخد 13. واحنا اتفقنا بقى ايه؟ ان الستوب بتاعتك بتبقى ستوب ناقص واحد، يعني اخر ايوه صح. قيمه بيقف عندها اللي هي الستوب ناقص واحد. تمام تمام. كده؟ طيب يبقى احنا كده ايه، فهمنا الجزء بتاع انك ازاي الفور تستخدم والوايل مع الوايل بعض. مع بعض، او الفورم، او الفور والوايل مع بعض، تديك نفس الفانكشن اللي انت عاوزها. ماشي كده؟ طيب تمام. تعال نشوف ايه اللي موجود بعد كده. exercise بيقول لي write a Python program to compute and display the first 16 numbers power of 2 starting with a with 1. يعني هو عاوز يعمل ايه دلوقتي؟ واحد. يبقى هقول له if الاكس بيساوي واحد، تمام؟ الاكس بيساوي واحد، هو قايل وايل فانكشن. وايل فانكشن هو عايز ال 16 رقم باور اوف 2. يعني عاوز يعني هو فيرست 16 رقم في 2. هنعمل ايه بقى؟ يعني هو عايز يطلع ريزلت 16 رقم بالباور بتاعه بالبار صح؟ بتاعه. تمام، يبقى تعالى انا كده. هخليها من واحد ل 17، و تمام، واكس اقل من 17. ما هي 1 ل 17 دي لو انت هتشتغل بالفور، لكن لو انت هتشتغل بالوايل انت هتحط يبقى غير الشرط بتاعك، 17. هتحط الشرط ما بتاعك. طيب تعالى انا كده كنت نشوف، احط الشرط زي كل مره. تعالى نشوف كده. هو بيقول لي انا عاوز ابدا من واحد، فاقول له الاكس مثلا بواحد، صح واحد كده؟ طيب اه الاكس اقل من كام؟ اقل من او بيساوي اقل كام؟ من اقل من او تساوي 16 بقى، لانه هيدخل كده 16 في هو البروجرام. عاوز هنا ايه؟ عاوز لحد 16. بعد كده اقول له ايه؟ انا عاوز ابرنت مين بقى؟ ها؟ برنت الرقم نفسه ايوه. اللي هو اكس، وبعد كده انتر هو عاوز يطبع الباور، الباور بتاع الرقم. الباور بس. ماشي اكس باور 2. هقول ماشي الباور بيدي ازاي بقى؟ اللي هو استريك استريك، صح ولا لا؟ استريك استريك. استريك استريك 2، بس كده. هو ده اللي هو ده الحل بتاعك. لا انا كنت فاكر ان انا هقول برنت النمبر وبعد كده برنت الباور بس. ماشي تمام. طيب ممكن اقول له، ممكن اعملها عادي، يعني ممكن اجي هنا كده واقول له ايه، سترينج هنا كده، واقول له the number is، ماشي، واجي اعمل كومه كده واقول له النمبر بتاعك اكس اهو، ماشي، واقوم عامل كمان سترينج كده واقول له اند ذا باور. يعني انت ممكن تظبط الاوتبوت كده، اند ذا باور از عشان يطلع في اون لاين يعني. في وان لاين زي ما انت شايف كده. اقول له الله ايه؟ ينور عليك. اكس دبل استريك 2. ايه رايك كده في الحته دي؟ هيطلع رقمين جنب بعض حلو جدا دي. بالظبط كده. يبقى انت كده ايه، وخدت، خلي بالك الحته اللي انا عملتها دي كمان، انا عملت مسافه كده عشان ما الزقش الرقم اللي هيطلع هنا، هيلزق في الاند. فانا قمت واخد مسافه هنا كده عشان اخد ايه؟ عشان اخد يعني ما الزقهمش في مسافة بعض. ما بينهم. نفس الكلمه هنا برضو ماشي. خليت في مسافه هنا اهي، ماشي، عشان برضو القيمه اللي هتبقى مكتوبه هنا لو انا ما عملتش المسافه دي هتلاقيها لازقه فيها. عشان كده قمت عامل تمام. حسابي، بص انا عملتها على طول من غير ما اقول، من غير ما اقول لك، عشان انا متعود على كده. لكن انا بقول لك دلوقتي، انا بقول لك لما تيجي تكتب تكست او تيجي تعرض تكست لليوزر، خلي بالك ان الحاجات بتبقى لازقه في بعضها،
فاعمل حسابات للسبيسز، يعني اعتبر ان ماشي ديت اصلا كلمه، ماشي، تمام ديت كلمه، فالمفروض تفصل ما بينهم بايه؟ سبيس. عشان ايه؟ عشان بسبيس. بس الاوت يبقى شكله مناسب يعني. طب تعالى نشوف كده زي الاوت الفل. هيبقى عامل ازاي. بص بقى كده، لا كان لازم فعلا سبيس، ظبطت الشكل قوي. فهو مظبط معاك الشكل زي ما انت شايف كده، ماشي. طيب بس هنا بقى في غلطه احنا نسيناها، اللي هي ايه بقى؟ نطلع واحد، كله لسه بقى ما واحد عملناش الايه، الابديت بتاع مين؟ الابديت بتاع بتاع الاكس. الاكس. طيب نعمل ابديت بتاع الاكس ازاي بقى؟ في السطر الايه التاني بعد ده، يعني المفروض اقول له دلوقتي اكس بتساوي كام؟ قول لي انت بقى. اكس، ما احنا قلنا اكس بتساوي واحد، لا ولا احنا قلنا انت اكس بتساوي واحد في الاول، انا لسه دلوقتي ما عملتش ابديت، انا مش انا دلوقتي في الوايل انا اللي بعمل ابديت للاكس، مش انا في الوايل دلوقتي. عشان انت، ايوه انتر ذا فاليو. فعشان كده انا بقول له ايه، اكس بلس ايه، هزودها اكس كام؟ بلس زودها واحد. هزودها واحد. هزودها واحد ليه؟ عشان انا ابدا دلوقتي من واحد وعاوز اوصل لرقم 16. ل 16. الهوايل ما بتزودش الاكس بنفسها، مين اللي كان بيزود الاكس بنفسها؟ في الرينج الفور، الفور. مش كنت بقول له هنا، مش انا كنت بقول له في الفور. عشان بديها رينج بقى، هو عشان انا كنت فاهم مديها رينج، انا كنت بقول مدي له، مينيمم وماكسيمم في الرينج كنت بقول له نفسه. 4 اكس ان رينج، ماشي، واقول له من واحد لحد كام؟ لحد 17. هو الاكس دي اول مره تقوم واخده واحد، بعد كده الاكس تاني مره لوحدها كده تقوم واخده فهمتك. اتنين وهكذا. لكن في مرحله الهوايل دلوقتي انت اللي بتعمل ابديت للفاريبل اللي انت شغال عليه، فلازم انت تزود الاكس، ماشي. تمام طيب يبقى تمام انا تمام لو ما عملتش الخطوه دي، ممكن اعملها كومنت كده، لو انا ما عملتهاش كده وجيت ارن، ايه اللي هيحصل؟ الكود بتاعك هيخش في حاجه اسمها انفاينايت لوب. ايه؟ انفاينايت لوب، الكود بتاعك هيخش في حاجه اسمها انفاينايت. انت ملاحظ اهو كل شويه يعمل ابديت تحت وايه، ويعرف تحت ويعرف، مش عارفه. مش ايوه هيقف خالص، عمره ما هيقف. ليه بقى؟ لان انت مش مديله اي حاجه يقف عندها، انت كل ايوه مره فهمت. هتخش بقيمه الاكس بواحد، الاكس بواحد، بعد كده اكس بواحد، يعني ايه، واحد اقل من 16 هيقوم طابع. طيب تاني، واحد اقل من 16 هيقوم طابع، واحد اقل من 16. طيب وبرضه الباور بتاع الواحد هو نفس القيمه، صح ولا ايه؟ والباور صح، بتاع الواحد اللي هو واحد اس 2 هيطلع لك برضه بواحد، فادخل في انفينيت لوب. صح، فهو داخل دلوقتي في حاجه اسمها فلازم اعمل انفاينايت. ابديت للاكس. الله ينور عليك. لازم تعمل انه ابديت لمين؟ للاكس. عمال ينفذ وفي نفس الوقت ما فيش ليميت. لانه هو ما فهمت. عندوش حاجه توقفه. طيب احنا بقى لو حطينا السطر ده كده، ايه اللي هيحصل؟ تعالى بص بقى كده، اهو الاوت ظبط. بتاعك ظبط اهو، فبدأ معاك نمبر بواحد، واحد ذا باور بعد كده از واحد. 1، بعد كده ذا نمبر از 2 اند ذا باور از 4، بعد كده ذا نمبر از 3 ذا باور از 9. يبقى كده مظبوط ولا مش مظبوط؟ لا تمام، فين. كده مظبوط معايا. يبقى انا عملت نفس الاوتبوت اللي هو عاوزه ولا لا؟ هو قال لي هات لا زي بايثون الفل. بروجرام تو كومبيوت اند ديسبلاي ذا فيرست 16 نمبرز باور 16 نمبر اوف 2، باور 2 ماشي. ستارت بس انا كود 1 زودت عليها حته اللي انا طبعت الرقم الاول، وبعد كده قلت له اطبع لي كمان الباور. الباور بتاعها لو زي انت عاوز الفل. بدل الباور ما انا بس، تقوم ايه شايل ده هخليها كده، ابتدي من هخليها الباور هتقوم بس، شايل الحد هنا كده وتقول له ايه هخليها ذا برضو، باور اكس كده رون، اهو ذا باور از كذا هتبقى لي باورز بس. بالظبط كده. فهمت كده الدنيا ماشيه ازاي؟ لا تمام. طيب دي الفكره بتاعت مين؟ الاكسرسايز دي. طب تعالى نشوف الاساينمنت ده بيقول لي ايه، نوضحه كده وتبقى تعمله انت مع نفسك. إن شاء الله. بيقول لي write a Python program to calculate the sum of the three given numbers. Given number. If the values are equal, then return the size of their sum. عارف يعني ايه size؟ يعني سرايز. size ديت معناها ثلاثة في رقم، ثلاثة في واحد منهم. يعني أنت مثلا بيقول له اتشيك دلوقتي، لو لقيت الثلاثة بيساووا بعض، طلع الأوتبوت ثلاثة في واحد منهم. ماشي؟ لكن لو لقيتهم يعني لو الثلاث ارقام بيساووا بعض اطلع الاوتبوت يعني لو ثلاثة ثلاث في ارقام اوكي. بيساوي، لو انت عملت تشيك على ثلاث ارقام ولقيتهم بيساووا بعض، الاوتبوت بتاعك هيبقى 3 في واحد منهم، 3 في اكس مثلا. يعني انت لو عندك اكس واي وزد وجيت تشيكيت زي المره اللي فاتت، مش احنا بيساووا عملنا تشيك، بعض. المره اللي فاتت على الثلاثه بيساووا عملنا بعض؟ تشيك. فلو قلت له ان الاكس اي بيساوي واي والواي بيساوي زد والاكس بيساوي زد مثلا، والكونديشن دي حصلت. ولو الكونديشن ده حصلت، خلاص اعمل لي برنت 3 في اكس مثلا، ماشي؟ ماشي، يعني في الكيس دي هقول له 2 اور بقى، لان هي دي كيس فانكشن اور. بالظبط. ما هو في فاهم. ثلاثه كونديشن، اللي تمام. هي اف ان الاكس بيساوي واي، اور الواي بتساوي زد، اور ان الاكس بيساوي زد، ماشي. بتساوي زد زي الفل. طيب احنا ممكن نعملها بسرعه كده، مش تاخد معانا وقت. ممكن اقول له مثلا ادي اكس بتساوي، ماشي. مثلا نقول له مثلا دي واحد، وادي عندنا واي بتساوي 2، وادي عندنا زد بتساوي مثلا 4 مثلا. بعد كده اقول له ايه، اف ان الاكس ايكوال ايكوال واي، اتفقت بقى ان دي ايكوال ايكوال، مش ايكوال بس، ما ينفعش تقول له اكس فكر. ايكوال بس، لو قلت له اكس ايكوال اي بس فكر. هيجيب قيمه الواي يحطها في الاكس،
لو عملتها ايوه كده كده ايوه هيخلي فاهم. قيمه الواي تتساوي قيمه الاكس، فدي هتبقى مشكله بالنسبه لي. هتلاقي في حاجه اسمها لوجيكال ايرور، يبقى انت عمال تدور تمام. على الايرور فين وانت مش لاقيه، بس الايرور قدامك واضح اهو. يبقى اف ان الاكس ايكوال ايكوال واي، اور ماشي الاكس ايكوال ايكوال الواي الواي زد زد ماشي، اور ان مين بقى دلوقتي، ان الواي الواي ايكوال 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 ايه، ايكوال زد زد. الواي ايكوال ايكوال زد تمام كده هقول له ايه بقى، برنت اعمل لي طباعه للي هو برنت سرايز اوف زيم. سرايز اوف السمة زيم بتاعت يعني ايه؟ تلاتة اللي هو ثلاثه في اي واحده فيهم، تلاتة في اكس مثلا في أي واحدة فيهم، لأن هما بيساووا مش كده؟ بعض. طيب else بقى، else لو طالما أقول أي فانكشن تانية بقى وكان أي ليه؟ شفت انت، شفت انت انا عملت ايه دلوقتي. بص اول ما اجي، اول ما اجي اكتب else كده هو بيفهم منك انك هتعمل حاجه يعني يعني هتعمل يعني لو الشرط ده ما اتحققش هتعمل حاجه تانيه، هتعمل برنت حاجه تانيه. فاول لما كليك انتر، بص اول ما عملت انتر ايه اللي حصل، هو هو حط لي على برنت نقطتين، لوحده. هو حط لي نقطتين لوحده وقام نازل عامل لي برنت لوحده. يعني هو متوقع منك كمان انت هتعمل ايه. ايوه ماشي طبعا. طيب، فهنا هقول له ايه بقى، لازم اقول له هنا بقى اكس بلس واي بلس زد بس كده، عشان ده الالجو المجموعه بتاعت الثلاثه. فهمتك، الله بالظبط ينور كده. عليك زي الفل. يبقى انت دلوقتي لو انت لو لقيت ان ثلاثه بيساووا بعض، انت متاكد ان واحده فيهم لو ضربتها في ثلاثه هيطلع لك برضو الناتج صح؟ صح ولا ايه؟ ماشي؟ طيب صح. ولو لقيت ان ثلاثه مختلفين خلاص بقى ايه؟ لا اجمع لازم الثلاثه. اخلي الثلاثة مجموعة مع اه بعضهم لازم فعلا. يكون الثلاثه مجموعين مع بعض، لكن ما ينفعش اخد واحده فيهم واضربها ايه؟ في ثلاثه، لان هيطلع لي رقم غلط. طب تعالى نشوف كده الاوتبوت. الاوتبوت طلع عندي اهوت بسبعه. طب هل سبعه دي صح ولا غلط؟ اه السبعة صح. دي واحد زائد اتنين زائد اربعة، لان بالظبط التلاتة ما كده. بيساووش طب بعض. خلي دي مثلا الكونديشن اللي ما واحد حصلتش. وخلي دي واحد. ماشي لا هيضرب هيبقى يبقى تلاتة. الاوت هيطلع بكام؟ الاوت تلاتة. هيطلع بثلاثه، وكده اشتغل مع مين؟ اشتغل مع الاولى. طب انا عاوز اشتغل مع اتاكد، أول كيس. انا عاوز اتاكد ان هو مثلا اشتغل مع دي، أمسح بتعمل ايه؟ الكيس التانية. أمسح تعمل الإلس. لا ما تمزحش، لو عاوز تتاكد مور. ان انت عاوز دي تقوم مثلا عامل برنت كمان هنا، يعني تعمل له برنت زياده هنا أعمل كده. ران على دي بس. اه او ممكن تزود مثلا أهو. هنا، ممكن تزود هنا اللي هي ايه، اي تيكست كده يوضح لك ان دي اللي اتنفذت. يعني مثلا اقول له ايه، ان دي اف 1 مثلا ماشي كده مثلا، واجي وان هنا كده ماشي مثلا اقول له ايه، تمام. اقول له دي 2 عشان اشوف مين اللي تو اتنفذت فيهم، هو واحده فيهم اللي هتتنفذ صح ولا ايه. تمام طيب تعالى شوف كده، صح. بص كده طلع لي ايه، 1 و 3. تراني 1 3 يعني ايه بطبق بقى، اول كونديشن. يبقى هو اشتغل على الاول اول كونديشن. كونديشن ولو انا ولو انا غيرت مثلا اي واحده في دول، خليه دي ب 3 انت ماشي. الساكن اشتغل الثانية لا دي اشتغلت على مين بقى، دي اشتغلت على الاولانية الاول. ليه اشتغلت على الاولانيه؟ عشان تو عملتش ابديت. بص عشان انا قلت له ايه، لقيت ان انت عندك الاكس والزد متساويين صح ولا ايه، مش في هنا شرط بيقول لك احنا عشان الاكس. قايلين له اور. اه لا عشان انا احنا قايل له عايزين اور. اند فانكشن. لو اه كنا قلنا له اند كانت هتطلع تو لو انا قلت له اند يبقى انا كده برغم ان الثلاثه دولت لازم يكونوا موجودين. متساويين. يبقى انا لو قلت له مثلا هنا ايه اند، فكويس ان هي جت الفكره دي عشان ناخد فكره الاند كمان عندنا هنا. لو انا خليت دي اند يبقى كده لازم لازم الثلاث شروط التلاتة دولت يساووا يكونوا، بعض. الثلاث شروط دول يكونوا متحققين، لازم يكونوا الثلاثه بيساوي ترو. لكن لو الاور ديت على الاقل واحده فيهم ايه، على الاقل واحده فيهم تتنفذ ماشي كده. تعالى تمام كده نشوف الاوت، ماشي. هتلاقي الاوت شغال على كام دلوقتي، شغال على 2. يبقى دلوقتي ايه، رن الثانيه على الرغم ان في اكس كانت بتساوي زد صح ولا ايه ماشي. صح. بس كان السؤال كان بيقول لي ان انت لازم تتاكد ان الاف ذا فاليوز ار ايكوال، يعني الثلاثه كلهم متساويين. فعشان ايكوال. كده اشتغلنا على مين، على الاند افضل، لان الاند بتايه الاند تضمن احسن. لي ان الثلاث شروط يكونوا متحققين. التلات. خلاص كده فهمنا تمام. الفكره دي. طيب تمام. الاساينمنت 2 هتعمل ده بقى ايه لوحدك، write a python program to print all even سيبني numbers. انا لوحدي واقرا لوحدي وبكلمك لو في احسن. خلاص ماشي. الدي 3 ايه بقى، رايك؟ عشان برضه اشغل مخي شويه. الدي 3، الدي 3 بيتكلم عن النمبرز، هتلاقي في حاجات انت خدتها قبل كده، هبيتكلم عن النمبرز والسترينجز. بيقول لي هنا ازاي اتعرف مثلا متغير اللي هو var، مثلا var 1 اللي هو variable 1 بيساوي 1 او var 2 بيساوي 10. بيتكلم عن انواع النمبرز اللي موجوده عندك في البايثون زي اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول خالص، اللي هو الانتجر والفلوت والكومبلكس نمبر والحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول دي ماشي. هنا بقى يقول لي ايه، ان البايثون فيها مثلا فيها نوع اسمه انتجر. الانتجر ده هو نوع صحيح، يعني رقم صحيح لا يقبل ان يكون في رقم فلوتنج بوينت، ان يكون في رقم بعد علامه. يعني ما ينفعش تقول له 5.5، ده بالنسبه له ايه، ده بالنسبه له لونج او فلوت. الفلوت واللونج هما الاثنين واحد، بس الفكره ان اللونج بتشيل ارقام اكبر من الفلوت. يعني ايه، يعني ايه الكلام ده،
يعني مثلا انت عندك في رينجات معينه كده يقول لك ان الرينج من واحد مثلا لمليون يعني 555 ايه؟ تقول ايه؟ تقول ايه؟ كنت بقول مثلا قصده اللونج يعني يبقى 3 بوينت مثلا 5 5 5 5 5 كذا خمسات يعني مثلا اه يعني يبقى مثلا ديسيمال بيشيل كبير يعني، ده اللي قصدي عليه. بيشيل عدد كبير جدا، يعني اللونج دي اكبر من الفلوت في الرينج بتاعها. يعني لو فرضنا مثلا ان الفلوت الرينج بتاعها من واحد لمليون، اللونج ممكن تشيل من واحد ل 10 مليون مثلا، يعني ده مثال. فانت لو عندك رقم كبير جدا وعاوز تشيله في متغير كبير، فانت يفضل ان انت ايه تستخدم لونج. بس انت طبعا البايثون بتغنيك عن الكلام ده كله. البايثون بتقول لك انت تعرف لي متغير، يعني تعرف لي اكس وحط لي فيه اي قيمه، صح كده؟ انت لما تحط فيه اي قيمه هو لوحده هيعمل وانا هي هو جايب هيعرف ايه هيقولها. هو هيقبلها من ايه، من نفسه، لان هو البايثون يعني بيقول لك ان هي يعني ذكيه انف انها تعرف النوع الكلام او النوع النمبر اللي انت مديه لها، ماشي كده؟ عشان كده لو انا جيت قلت لك زي السكشن الاولاني خالص، لو انا قلت لك دلوقتي اطبع لي التايب بتاع الاكس هيديك ايه؟ يعني انا قلت لك دلوقتي ايه؟ اعمل لي برنت للتايب بتاع الاكس، هيطبع ايه؟ هيديني فلوت. هيقول لي ان ده فلوت. طيب تعال نشوف كده، لو انا جيت قمت ايه مرن السطر ده بكده، هيقول لي ده فلوت. طيب افرض ان الرقم ده يعني ده رينج بيشيل فلوت، طب ممكن ازود الرقم ده كده شويه، ماشي؟ ده رقم كبير جدا، ماشي؟ ممكن يكون الرقم ده بيشيله لونج، ده يطلع لونج. ممكن يكون بيشيل لونج او ممكن يكون بيشيل فلوت برضه، على حسب بقى الرينج اللي بيشيل الفلوت لسه والرينج اللي فلوت، بيشيل لسه اللونج. ما هو لسه فلوت، لسه لسه عشان الرينج بتاعه فلوت. لسه رينج بتاعه فلوت، ممكن ازوده شويه كده ممكن يشتغل معايا ايه، ممكن يشتغل معايا لونج. فعلى حسب الرقم الرينج اللي انت مديهوله، او الرقم على حسب كبره او صغره، هو بيترجم الكلام اللي انت عاوزه. فانت طبعا لو جيت شلت الرقم ده كده هيقول لك ده نوعه ايه. انا دلوقتي ايه ما حطيتش ايه ما حطيتش حاجه بعد العلامه، صح ولا ايه؟ يقول انتجر كده، هيقول لي انتجر انتجر. فهو دلوقتي إيه؟ انت انتجر ملاحظ ان البايثون انتجر. بيفهم لوحده النوع بتاع الايه، بتاع الانتجرز اللي عندك، او النوع بتاع الايه الحاجات اللي عندك. وقلت لك المره دي اللي فاتت ميزة ان في كبيرة. قلت لك المره اللي فاتت برضو او المره اللي قبلها ان في حاجه اسمها كومبلكس نمبر. مش انت شفت حاجه زي دي قبل كده، اللي هو ايه زائد بي جي؟ ايوه فاكرها فاكرها، اللي الحاجات هي اللي هي مثلا يبقى رقم 3 جي مش عارف ايه الحاجات اللي هي دي. الارقام الايه، الارقام المركبه، لو تفتكرها اللي احنا خدناها مثلا في الثانويه العامه ولا حاجه، حاجات كانت موجوده مثلا في الجبر او في الحاجات اللي هي بتاعت الثانويه العامه دي، ايوه فاكرها فاكرها. ماشي؟ فطبعا لو انت كتبتها برضو بنفس الشكل هنا كده هيفهم ان انت ايه شغال على رقم مركب، اللي هو مثلا ايه 5 مثلا اي، اللي هو مثلا ساعات بتشوفها كده، ساعات تشوف كومبلكس، لو 5 قلت اي انت التايب طلع لي كومبلكس. بلس جي، حاجه زي كده يعني. بيقول لك الرقم ده ايه، الرقم ده رقم كومبلكس، اللي هو رقم حاجه زي كده. بس انا ايه ما بستخدموش، انا ما استخدموش في حاجه يعني، بس تبقى عارفه وخلاص. طيب تعالى بقى ايه ناخد حاجه مهمه جدا بقى. عندنا مكتبه عظيمه كده لا اسمها مش هستخدمه بس انا فاهمه. عندنا مكتبه حلوه قوي اسمها الماس. الماس ديت انا دي بستخدمها، مهمة جدا دي. اللي هي مكتبه الرياضيات، انا بستخدمها عشان استخدم اي فانكشن موجوده في الرياضه. عندك مثلا فانكشن اسمها ابسوليوت. يعني ايه ابسوليوت؟ ابسوليوت دي لو اديت لها اي رقم نيجاتيف يرجع لك رقم ايه بوزيتيف، يعني بيشيل اي ما بيشيل اللي هي النيجاتيف. طيب لو انت عاوز تجيب مثلا الكوزاين، فبتستخدم ده اللي اسمها كوزاين، اللي هي سي او اس دي، وتدي لها الفاليو بتاعتك فتديك الايه الكوزاين بتاع الفانكشن دي. يعني مثلا كوزاين 90 تديك مثلا ايه لا سمعك فانكشنز. كويس. هنتكلم في مكتبه اسمها الماس، فتعالى نشوفها عملي، وبعد كده ايه نشوف النظر بتاعها ايه. تمام طيب انا دلوقتي عاوز ماشي. اعمل مثلا هو انا بس كان عندي سؤال لقطه، الراوند فانكشن دي، موجوده الراوند دي انا مش عارفها وقابلتها في الشغل بتاعي. يعني ايه راوند فانكشن؟ ان انا قابلتها في الشغل بتاعي، كلمه راوند. راوند دي معناها ايه راوند مش يعني فاهم. ايه؟ يعني مثلا بيديك لاقرب رقم، يعني مثلا لو قلت له 5.4 مثلا، ف 5.4 لو اديتها للراوند هتديك 5، فهي بتقرب لك لاقرب رقم صحيح. طيب لو اديتها 5.6 تديك ايه؟ هو قصده بتديك لاقرب رقم صحيح، 6 هتديك 6. طب لو قلت له مثلا 4.3 تديك كام؟ يبقى 6 زي الفل. 4.3 تديك ايه؟ تديك برضه 4. فهي بتقرب لك 4 لاقرب رقم صحيح، اقرب رقم صحيح دي الراوند، ماشي؟ طيب تعالى نشوفها كده عملي. انت اصلا عشان تشتغل على الراوند وتشتغل على الكوزاين والساين والحاجات دي كلها لازم تعمل امبورت للمكتبه بتاعه الماس، فاهمني؟
معايا يا أسامة؟ ألو؟ ألو؟ بتتعمل ازاي دي؟ آه نعملها إزاي بقى؟ هقول له الو إيه؟ بتتعمل ازاي دي؟ هقول له إمبورت. الو بتتعمل ازاي دي؟ طيب هقول له إمبورت إيه؟ إمبورت ماس. ممكن أقول له إيه؟ إمبورت ماس. الماس ديت اللي هي الإيه؟ الموديول أو المكتبة اللي أنا هستعين بيها في كل الفانكشنز اللي أنا هشتغل عليها. ماشي؟ وممكن أجي أقول له هنا إيه بقى؟ أعمل لي مثلا برنت ماشي لي. ما ينفعش أقول له هنا بقى كوزاين على طول. ما ينفعش أقول له مثلا كوزاين 90 على طول. لازم أقول له ماس دوت. يعني إيه ماس دوت؟ يعني روح هات لي، لأن الماس دي فيها كذا فانكشن، صح ولا لا؟ معايا؟ ماس برنت كوزاين يعني؟ أه بص كده، بص مش أنا دلوقتي عاوز أجيب الكوزاين بتاع مثلا 90، معاك هقول له ماس دوت ماشي، واعمل مثلا ايه كنترول مسطره كده، هتلاقي ان هو بيجيب لك كل الاحتمالات اللي في الماس، كل دي فانكشن جوه الماس. بص كده هتلاقي فيه هنا ايه الاس كيو ار تي اللي هو الجذر، وبعد كده الكوزاين والساين واللوج والسيل والفور والباور طبعا عندي انا جربتها معاك. الو والرادianz. اه معاك، انت سامع دلوقتي؟ سامع كويس. انا جربتها معاك زي ما انت بتعمل، عملت امبورت ماس برنت ماس كوزاين 90 وطلعت معايا الرقم فعلا. اه فانا بقول له ايه، لازم اقول له بقى دلوقتي الماس دوت. طيب لو انت عاوز تعمل اوتو كومبليت هو اللي يجيب لك الفانكشنز المحتمله، هعمل كنترول مسطره، يعني بعد النقطه هعمل كنترول مسطره، او انت لو جيت عملت النقطه الدوت على طول كده هتلاقيه ان هو بيجيب لك الاحتمالات. يعني لو ما جابلكش الاحتمالات اكتب ايه، اعمل انت كنترول مسطره. كنترول مسطرة. ايه المسطرة دي؟ كنترول المسطرة اللي هي السبيس. اه اللي هي السبيس، كنترول سبيس. كنترول سبيس هتلاقيه بيجيب لك الاحتمالات بتاعت الفانكشن اللي انت عاوزها. ماشي، السبيس كنترول سبيس. يبقى نعمل برنت ماس دوت طيب كنترول سبيس، هيجيب لي كل الايكويشنز. تعالى كده مثلا نختار اي نوع منها كده، فعلا نختار مثلا كوزاين كده. كلوز جامدي. في حاجه انا سمعت عنها اسمها الجاما فانكشن. ما هو الجاما فانكشن ما دي هي في كذا حاجه بقى، يعني الرياضه فيها حاجات كتير جدا، الماس دي فيها حاجات كتير جدا. لو انت شغال بقى في حاجات رياضيه فبتستعين بجاما، بتستعين بالفا، بتستعين بحاجات كده كتير موجوده يعني. فخلينا ناخد الحاجات اللي هي الايه الدرجه عندنا كده. عندنا مثلا كوزاين، دي لازم تدي لها قيمه بقى لو ماشي. نزلت 90 مثلا. ماشي، وتعالى كده ايه نطبع الكلام ده. لو انا جيت ايه طبعت كده هيقول لي كوزاين 90 بكام بالرقم اللي انت شايفه ده كده. ماشي، بماينس 0.00 طيب لو انت عاوز ماشي. بقى فانكشن تانية، فطبعا زي ما قلت لك كنترول سبيس هيجيب لك جميع الفانكشن اللي انت عاوزها. طب تعالى بقى نشوف ايه انواع الفانكشن اللي موجوده عندنا دي. يعني مثلا حاجه اسمها سيل. يعني ايه سيل؟ لو قلت لك مثلا 5.5 وقلت لك اطبع لي السيل بتاع 5.5، يعني ايه سيل بقى؟ سيل ديت بتقرب لاكبر رقم، بتقرب لاكبر رقم صحيح. يعني ايه اكبر رقم صحيح؟ انت عندك دلوقتي 5.5، اكبر رقم صحيح كام؟ ها 6. 6. يبقى المفروض يطبع لي ايه؟ المفروض يطبع لي 6 زي ما انت شايف كده. طب افرض دلوقتي لو انا قلت له 6 5.2 هيديني كام؟ 6 ها هيطبع 5. لا هيطبع 5 5 لا لا، اللي هيطبع 5 الراوند، لان الراوند بتقرب لاقرب رقم، لكن السيل بتقرب لاكبر رقم. فين اكبر رقم؟ برضو خلي بالك بقى في فرق ما بين حاجه 6 اسمها برضه 6 يبقى 6 فين برضو. انت يبقى انت عندك ايه السيل دي سيل بتقرب، وراوند. السيل دي بتقرب لاكبر رقم. طب لو احنا خدنا نفس السطر ده كده قلت له مثلا اعمل لي برنت ماشي، اعمل لي ماس دوت فلور، في داله اسمها تانيه اسمها فلور، وجيت قلت لك مثلا انا عاوز 5.87، انت متوقع دي تطلع كام؟ متوقع التانيه دي تطلع كام؟ هيطلع 5. الفلور عكس السل. الفلور عكس الفلور. السل من اسمها كده هتلاقي 5. الفلور ديت ارضي. يعني ايه ارضي؟ يعني بيجيب لك اقل رقم صحيح، اقل رقم صحيح من الرقم اللي انت مديهوله. طيب تعال نشوف كده، لو انا قلت لك مثلا سعر الفلور برنت، صح. لو انا قلت لك كده ماس دوت الراوند ماشي، واديت لك مثلا ايه ال 5 بوينت ايه ال 5.2 هيديك كام ده؟ ها الراوند بقى بتقرب طيب لاقرب رقم، بس اقرب رقم ايا كان بقى ايه. يعني لو انت فايف. خمسة، لو انت خمسة ونص فيما فوق هيديك ستة،
لكن لو انت اقل من 5.5 هيديك ايه؟ هيديك 5. يبقى الراوند ده بتقرب لاقرب رقم، ماشي؟ السيل بتقرب لاكبر رقم، لاكبر رقم صحيح. مين. الفلور بتقرب لاقل رقم صحيح، ماشي؟ فلو جينا طبعنا كده، بص كده تمام. هيقول لي الراوند دي مش موجوده ولا ايه؟ المفروض موجودة طبعا اهي بس ديت والله. مش فانكشن، مش موجوده كفانكشن. شوفها كده موجوده عندك كفانكشن. محطوطة كيبورد. مش موجودة كيبورد. طب ثانية كده. print ماس دوت راوند هو بيقول لي ان الماس دلوقتي ما فيهاش الداله اللي هي اسمها تمام. راوند دي، عشان كده هي مكتوبه كي وورد. مفيش راوند عندي برضو. فهي مش موجوده عندنا مفيش داله راوند راوند دي، عندي برضو. ففعلا هي داله راوند دي مش موجوده. لكن لو انت شفتها في اي مكان ده معناها ان هي بتقرب لاقرب رقم. فانت مثلا اديت لها مثلا 5.2 فكده ماشي. هتديك 5. لو اديتها 5.5 هتديك 6. لو اديتها 5.6 هتديك ايه؟ 6 برضه، ماشي؟ طيب، فاحنا عرفنا دلوقتي ان احنا عندنا داله اسمها سيل. السيل دي بتجيب لك للسقف، يعني تمام. بيجيب لك اكبر قيمه عندك، اكبر قيمه انتجر. الفلور بيجيب لك الارضيه اللي هي ايه؟ اقل قيمه ايه؟ اقل قيمه انتجر. فالمفروض دلوقتي متوقع ان القيمه الاولى تطلع تمام. 6 والقيمه الثانيه تطلع ايه؟ تطلع 5، بالرغم ان 5 و7 من 10 اكبر من 5 ونص. فبرضه هو اشتغل على ايه؟ على اقل قيمه انتجر زي ما انت شايف كده. طيب تعال نشوف بقى ايه الانواع اللي موجوده عندنا دي. بص كده هيقول لي انا عندي حاجه اسمها، في داله اسمها ابسديوت. يعني ايه ابسديوت؟ ابسولوت ديت لو انا جيت مثلا هنا كده وجيت قلت له اعمل لي برنت ماس دوت اللي هي الابس دي، وقلت له مثلا ماينس 5.5، انت متوقع ان دي يطلع منها ايه؟ لو انا جيت رميت السطر ده لوحده كده، بص كده، والابسولوت برضه مش موجود ولا ايه؟ ممكن تكون بتتكتب كاملة؟ لا نشوفها موجودة هنا كده، موجودة عندنا الاس كيو ار تي والكوزاين والساين واللوج والسيل والفلور والباور والراديان والاكسبلينشال والتانش والديجريز واللوج 10 واز نان فاكتوريال تانش الاي كوزاين والاي تان والاي تان والاي ساين. كل دي هتلاقي فانكشن عدت عليك قبل كده في الـ في الـ يعني في المراحل التعليميه. يعني فعلا برضو ما فيش ايه، ما فيش هنا، مش موجود هنا برضو الايه الابسوليوت. طيب برضو مش موجوده عندي، هتلاقيها كانت موجوده في الحاجات القديمه لكن هم في الجديد مشالوها، ما اعرفش ليه. طيب احنا عاوزين نعرف دلوقتي ايه؟ عاوزين نعرف الحاجات اللي هي ايه الدرجه عندنا. احنا عندنا مثلا لو انا جيت عملت ماس دلوقتي، لو انا جيت قلت لك دلوقتي ماس دوت، ونيجي نشوف الفانكشن الموجوده دي. يعني الاس كيو ار تي يعني ايه؟ عارف يعني ايه اس كيو ار تي؟ معايا اسامه؟ الاس كيو ار تي دي بتعمل ايه؟ ها؟ يعني انا دلوقتي لو قلت له انا عاوز الاس كيو ار تي مثلا لخمسه، هيجيب ايه الناتج بتاعك؟ اثنين ونص. طيب سامعك. سكوير روت اوف 5 2.2 زي اللي هو الفل. الجذر يعني. فالاس كيو ار تي ده الجذر بتاع اي قيمه بقى، مثلا قيمه انت عارفها مثلا 16، انا عارف الجذر. فمتوقع ان 16 دي تطلع ايه؟ تطلع 4، أربعة. صح كده؟ طيب انت عندك مثلا دوال تانيه زي أربعة. عندك بقى الماس زي دوت، الفل. نيجي نشوفها كده. عندنا كوزاين بقى، عندنا الساين، عندنا اللوج، اللوج ده اللي هو الاساس 2، وعندنا السيل خلاص والفلور عرفناها، عندنا الباور. يعني احنا عندنا ده اللي ايه بيجيب الباور على طول، بدل ما اقول له 2 دبل استريك 4 ممكن اقول له هنا ايه؟ ممكن اقول له داله الباور. يعني ايه داله الباور؟ بص كده اول ما كليك على الباور، ماشي؟ الو صوتي. الو ايوه سامعني كده؟ سامعني؟ تمام. طيب بص كده يا اسامه، انت شايف ان في سامع كويس. الو شايف ان في ان في 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 بتاع فتحت معايا كده بتديك هنت كده، واخد بالك منها؟ شايف. طيب هنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي ان الباور دي بتاخد 2 بارامتر. يعني ايه 2 بارامتر؟ يعني بتاخد اكس واخد وواي. بالي. فانت متوقع ان هي هتاخد مثلا 2 و4. طب 2 و4 دي معناها ايه اصلا؟ معناها 2 اس 4. يعني لما اقول له 2 و4 فالمفروض الناتج بتاعك يطلع ايه؟ يطلع، يعني لما اقول له هنا برنت اطبع لي الماس باور
واديني 2 و4، فالمفروض القهوه بتطلع 2 اس 4 اللي هي المفروض تديك كام؟ تديك 16.